يقدر يكون متواجد مع منتخب مصر الاول ويكون مشروع راس حربه منتخب مصر زي كابتن حسام حسن زي كابتن عمرو زكي. عبد الله جمعه لازم يرجع. عبد الله جمعه لازم يرجع ياخد حقه اللي هو كان غايب. انا اتكلمت على امام عاشور، بصوا على امام عاشور كويس لانه لعيب حتى لو انا مش هحتاجه اساسي ممكن ينزل لي بعض الوقت، لعيب صغير يقدر يتعلم. مع بقى اتكلمت في الاهلي على رمضان وعلى حسين الشحات وعلى الناس اللي كانت غايبه عن منتخب مصر، كلهم عندهم فرصه مع كابتن حسام البدري، وعندنا كمان وقت يقدر كابتن حسام. امبارح محمد هاني ومحمد هاني طبعا من النادي الاهلي طبعا، ورجب بكار، يعني في عدد من اللعيبه المتميزه جدا وكابتن